اهلا وسهلا بكم من جديد في قناة شوارع ومعالم اسكندرية، معاكم عادل والي. النهاردة احنا معاكم في جولة من المندرة الى جليم، بس النهاردة احنا معاكم في جولة مختلفة. الفيديو اللي فات كان من المندرة بس من ناحية البحر، النهاردة احنا معاكم من المندرة بس من ناحية المباني ومن ناحية المعالم. النهاردة معاكم من الجهة الشمال. الفيديو اللي فات كنا من الجهة اليمين، النهاردة معاكم من الجهة الشمال. على بركة الله نبدأ ان شاء الله جولتنا من المندرة بحري الى جليم. ولكن في البداية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك، اهم حاجة تعملوا لايك عشان الفيديو ينتشر. يلا بينا على بركة الله نبدأ ان شاء الله جولتنا من المندرة. اول مباني ظاهره معانا كده دي مساكن الشيرتون، شيرتون المنتزه هي اسمها كده، عماير الشيرتون من العماير الفخمه المميزه الغاليه قوي. العماير دي معظمها ساكنها خليجيين ومسارها من القاهره، الشقق فيها غاليه بطريقه مبالغه شويه لان هي تستحق. هي كشفه حدائق المنتزه وكشفه البحر، كشفه 300 فدان من حدائق المنتزه، كشفة جنة ربنا في اسكندرية، وتحت منها فتح الله، وتحت منها الفندق، وتحت منها مطاعم محلات، تحت منها كل حاجة. وعلى بجوارها في شيرتون المنتزه وعماير الضباط، وجنبها الدورة وجنبها حسني. دي طبعا دي نقطة المندرة اللي شايفينها، دي نقطة المندرة كده في وشها، في البوابة الرئيسية للمنتزه دي نقطة المندرة في وشها، بوابة رقم واحد البوابة الرئيسية لحدائق المنتزه. وللعلم حدائق المنتزه دلوقتي ب 25 جنيه التذكرة. المبنى اللي انتم شايفينه ده فندق شيرتون المنتزه، من اشهر فنادق اسكندرية واشيك فنادق اسكندرية واجمل فنادق اسكندرية شيرتون المنتزه. احنا هو اسمه شيرتون المنتزه ولكن هو في المندرة، احنا دلوقتي في منطقة المندرة. ده شيرتون المنتزه اللي على الشمال، اللي بعد منه المبنى الازرق شوية ده فندق القوات المسلحة، لهم منا كل الاحترام والتقدير. الفندق ده فندق القوات المسلحة، والشاطئ اللي في وشه شاطئ خاص للقوات المسلحة اهو. الفندق الظريف ده فندق ضباط القوات المسلحة، لهم منا كل الاحترام والتقدير. احنا حاليا في المندرة بحري، اللي احنا داخلين عليه ده مزازيك اللي ظهر في فيلم صباحه كده، وده شارع الطاحونة، دي طاحونة المندرة الأثرية اهي. احنا كده داخلين على شارع مردخ اللي على قمته دوار جوحة الشهير، ده ركن السلطان اهو، ده كافيه ركن السلطان. ده شارع مردخ اللي فيه اهو على قمته جوحة الشهير، كافيه جوحة مشهور جدا، وفي مردخ فيه حسني كمان بتاع المشويات، ودي شايفين كده عزة اهي ومكرم توجيلاتي. احنا لسه في المندرة، احنا كده في اتجاه العصافرة، احنا كده خارجين من المندرة بحري، هندخله ان شاء الله العصافرة بحري. العماير اللي جاية دي اللي صور فيها محمد هنيدي لقطات في فيلم امير البحار، اوريكم العماير دي. احنا كده داخلين العصافرة، كده احنا دخلنا العصافرة بحري. دي العماير الصفرة دي اللي صور فيها لقطات محمد هنيدي، العمارة دي بالتحديد الصفرة دي اللي صور فيها محمد هنيدي مشاهد من فيلم امير البحار. دي عماير القوات المسلحة، خلفها في الازهر مدينة البعوث الاسلامية، وده المكان الفاضي ده مكان فندق الوردة، هو حاليا مكان فاضي ان شاء الله هتعمل فيه فندق تاني، فندق الوردة خاص بالقوات المسلحة. احنا كده في العصافرة بحري. احنا بنصوره الصبح كان في شتاء، وهتشوفوا ان الشتاء هيزود شويه واحنا قدام، كان في بدايات للشتاء وانا بصور، وجت في الاخر انا ما اقدرش اكمل تصوير من كتر الشتاء عشان كنا هنتغرقوا في الاتوبيس. ما زلنا في العصافرة بحري اهو. بنك فيصل، العمارة الشهيرة بتاعت بنك فيصل الاسلامي، العمارة الضخمة دي بنك فيصل الاسلامي، فندق ريجنسي اهو، ده فندق ريجنسي اللي في وشه في شاطئ خاص لفندق ريجنسي. ما زلنا في العصافرة بحري على البحر.
كده داخلين على جاد وداخلين على 45 اهو. جاد سندوتشات جاد مشهورة، او في اسكندرية محلات جاد سلسلة مطاعم. ده فتح الله اهو، فتح الله، وده شارع 45 من اوسع شوارع اسكندرية، شارع 45 ومن اشهر شوارع ميامي، منطقة ميامي شارع 45. احنا كده داخلين على منطقة ميامي، منطقة ميامي على البحر، من المناطق الجميلة في اسكندرية، منطقة مصيفية من الطراز الاول. ميامي عندك اسكندر ابراهيم وخالد بن الوليد والبشير العسوي. احنا حاليا في منطقة ميامي اهو، ظهر كده شارع اسكندر ابراهيم اهو، شارع اسكندر ابراهيم في منطقة ميامي، الشارع الجاي الإمة الجاية طبعا على طول خالد. ده بص ده اسكندر ابراهيم طبعا، وده نفق اسكندر ابراهيم، وشه كده في البروفاج، شاطئ البروفاج. احنا كده داخلين على خالد بن الوليد وشارع خالد بن الوليد وابو هاشم او احمد حسنين ده الهريسة اهو، اهو ده شارع خالد بن الوليد اهو. والعمارة البيضة دي عمارة ابو هاشم، زمان كان تحت هنا ابو هاشم لا بيرة لا خمور، دلوقتي مكانه عروس دمشق، المطعم السوري المشهور. عروس دمشق من المطاعم السورية المحترمة في اسكندرية، ليهم فرع برضه في العصافرة في شارع سلمان الفارسي، من المطاعم الجميلة المحترمة في اسكندرية، المطاعم السورية عروس دمشق. طبعا مين منا ملهوش في ذكريات في ابو هاشم وشارع خالد بن الوليد، كان في يافطة زمان معروفة في ابو هاشم اسمها لا بيرة لا خمور، دلوقتي هو دي كانت اليافطة الوحيدة في ميامي اللي فيها لا بيرة لا خمور. طبعا كده طالعين من منطقة ميامي داخلين على بير مسعود، على يمينك كده بير مسعود ومنطقة بير مسعود. احنا في ميامي، المنطقة الفاضية دي دلوقتي الخرابة دي كان زمان اسمها منطقة الشاليهات، كان فيها شاليهات الفنانين والممثلين، دلوقتي بقت خرابة كلها كشاك وخارجين على القانون وكده، كان زمان طبعا يعني. احنا كده داخلين على نادي السيارات هو على اليمين، وعلى الشمال في جاد تاني، ده تاني فرع الجاد على البحر. جاد وعزة، جاد ليه جنبه عزة على طول، تسلم على جاد تطلع تسلم على عزة. على اليمين كده في نادي السيارات، طبعا احنا كده في منطقة سيدي بشر، بس هي ميامي في سيدي بشر، يعني ميامي هي سيدي بشر، سيدي بشر هي ميامي، بس احنا بنقول ايه ميامي، لكن هي سيدي بشر. واطول بحر على اطول بوابات للبحر على في على البحر هي سيدي بشر، او بمعنى صح بلاجها كبير قوي يعني اهو. دي بقى ده شارع خليل حماده، احنا حاليا في شارع خليل حماده سيدي بشر بحري، الامه دي امه شارع خليل حماده. في الشارع ده اخره في مستشفى جيهان شرق المدينه، شارع جمال عبد الناصر. ما زلنا في منطقة سيدي بشر بحري، احنا كده داخلين على مسجد سيدي بشر، لا تنسوا الاعجاب وداخلين على فندق رمادة في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دي عمارة البروفاج، في ناس كانت تقول ان العمارة دي مكان فندق ومطعم البروفاج، لكن مش فندق ومطعم البروفاج مش هنا اهو. ظهر كده فندق رمادة، هو حاليا يتبع سلسلة مطاعم الهيلتون، ده فندق رمادة سابقا، هيلتون سيدي بشر حاليا فندق رمادة، من الفنادق الجميلة المشهورة في اسكندرية فندق رمادة. ادى مسجد سيدي بشر، مسجد سيدي بشر المشهور اللي سمت على على اسم سيدي بشر المنطقة كلها، سيدي بشر بن أدهم، مسجد سيدي بشر، وده جنينة مسجد سيدي بشر. الشارع ده اسمه مسجد شارع مسجد سيدي بشر أو شارع الجراج، يوصلك لحد قطر أبو قير وشارع القاهرة وشارع ملك حفني، شارع الجراج أو شارع مسجد سيدي بشر. وبعد وجنب الشارع في مدافن سيدي بشر، وده فندق رمادة أهو سابقا فندق هيلتون سيدي بشر حاليا
زلنا في منطقة سيدي بشر بحري، الشمس طلعت شوية اهي، بس السحابة هترجع تاني والجو هيشتي كمان شوية واحنا بنصوره في الفيديو. ده شارع الحزب الوطني على الشمال والعزيزية على الشمال. احنا كده داخلين على شارع محمد نجيب، ما زلنا في سيدي بشر. سيدي بشر واخده مساحه كبيره على البحر. ده شارع محمد نجيب وميدان محمد نجيب. على الشمال في كمال سعد، على اليمين في احمد حسنين، مدرسه احمد حسنين. طبعا اهلنا في مصر وفي القاهره عندهم احمد حسنين، ده ماركه مسجله لازم وهم مروحين ياخدوا معاهم مدرسه احمد حسنين. احمد حسنين اهو، وده محمد نجيب. في عمارة حسام طاهر، عمارة حسام طاهر في شارع محمد نجيب. في هنا في بيت مهدود كده او عمارة او فيلا مهدودة. الفيلا دي كانت اللي بناها المهندس اللي بنى قصر المنتزه. العمارة دي او الفيلا دي فيلا مهدودة، كانت جميلة جدا، وفجأة تهدت وفجأة وقفت، الله أعلم إيه اللي حصل بسببها. ولكن أنا لما عملت ده، دي مدرسة سيدي بشر بتاعت البنات الثانوية، اللي بنى الفيلا دي هو المهندس اللي بنى قصر المنتزه. دي معلوماتي عن الفيلا، كانت فيلا جميلة أوي. هل والله كان مكتوب عليها فيلا مصطفى كامل او حاجه زي كده، مش فاكر والله، بس انا فاكرها يعني بنتي. احنا كده خارجين من سيدي بشر اهو، داخلين لا احنا كده احنا فيها في السرايا كده، احنا كده في السرايا لسه في سيدي بشر. احنا دي مساكن ضباط القوات المسلحه، لهم منا كل احترام وتقدير. منطقه السرايا اتسمت السرايا على اسم السرايا اللي انشئت في قرية الرملة. المكان ده كله كان زمان اسمه قرية الرملة. دي كان فيه هنا سرايا مكان فندق المحروسة، سرايا كداوية مكان فندق المحروسة، ده فندق المحروسة قوات المسلحة، والمنطقة اتسمت على اسم السرايا. طبعا السرايا كانت هي مكانها مكان الفندق وجميع العماير اللي حوالين الفندق، فندق المحروسة للقوات المسلحة. دي منطقة لوران، داخلين كده على منطقة لوران. ده شارع الإقبال اللي على قمته لابوار، ده شارع الإقبال. ودي فيلا منصور شوفوليه بتاع العربيات وبتاع المصانع، منصور شوفوليه. داخلين كده على شارع شعراوي اللي على قمته كوكومان. ده المكان ده الأرض المهجورة دي اللي كان مكانها مطعم وكافيه وفندق البروفينش. ودي سومد، البروفاج كان مكان الارض المهجوره دي، الارض دي بتاعت طلعت مصطفى على ما اتوقع. ده او كوكي مان ده على قمته، ده شارع شعراوي. كوكي مان ده بدايه شارع شعراوي. احنا كده داخلين على عماره النحاس، اغلى عماره في اسكندريه واغلى شقه في اسكندريه في عماره النحاس. دي عماره النحاس، الشقه فيها 300 متر وفيها شقق بتوصل ل 40 مليون جنيه. دي عماره النحاس، اغلى عماره في اسكندريه واغلى شقه في اسكندريه عماره النحاس. الشقه فيها 600 متر وفي ناس واخدين شقتين فتحناهم على بعض 1200 متر. الشقه الواحده بتوصل فيها ل 40 مليون جنيه، فيها شقق خياليه، فيها شقق اسطوريه. عماره النحاس اغلى عماره في اسكندريه. ده فندق قوات مسلحة 26 يوليو، فندق قوات مسلحة ثروت. كده داخلين على سان ستيفانو، فندق سان ستيفانو ظهر اهو، ادي فتح الله اهو، شوار فتح الله. فندق سان ستيفانو، منطقة سان ستيفانو وفندق سان ستيفانو اغلى فنادق اسكندرية. بتكلم عن
عن ايجار الغرف والشاليهات. في امامه شاليهات الفندق، شاليهات جميله جدا، اليوم بيوصل 7000 جنيه او 6000 جنيه الشاليهات سان ستيفانو. ده فندق سان ستيفانو وعماير سان ستيفانو، مشروع ضخم، مشروع كبير. في هنا ابو عوض المشهور، مطعم ابو عوض، طلعك على الترام. ده فندق بلازا برضو، من اشهر فنادق اسكندريه فندق بلازا. هنا بقى قصور الصفا والوزاره من على الترام كده. داخلين على منطقه زيزينيا، منطقه زيزينيا اللي اتعمل عليها مسلسل زيزينيا، منطقه زيزينيا. هنطلع من زيزينيا ان شاء الله هنوصله جليم. طبعا انا وقفت عند جليم، ما كملش لان الجو كان فيه شتاء جامد، والكاميرا وانا كنت فاتح الشباك من الاوتوبيس فما قدرتش اكمل بسبب الميه، بسبب الميه كانت هتبوظ التليفون والناس استاءت من دخول الميه، ميه الشتاء الاوتوبيس. ده قصر عزيزه فهمي اللي ظهر في فيلم ابن القنصل. ده القصر اللي ظهر في فيلم ابن القنصل بتاع احمد السقا والله يرحمه خالد صالح. احنا كده داخلين على منطقه جليم، بعد السور بتاع القصر كده قصد كريم، وداخلين على نفق مصطفى فهمي وصلك لشارع ابو قير ومبنى التلفزيون في بكوس والاذاعه كمان. شارع مصطفى فهمي ونفق مصطفى فهمي ودوك لشارع ابو قير وبكوس ومبنى اذاعه التلفزيون. ده اهو نفق مصطفى فهمي وشارع مصطفى فهمي. احنا كده في منطقه جليم اخر جولتنا، ونطلع من جليم ان شاء الله هيكون في بعدين حسابه باشا، بس ان شاء الله اوعدكم بجوله تانية. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وارجوكم اعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر، اللايك هو اللي بينشر الفيديو. وان شاء الله تتابعونا في قناه شوارع ومعالم اسكندريه، هتلفوا معانا ان شاء الله اسكندريه شارع شارع، هنتعرفوا على كل معالم اسكندريه. تابعونا ان شاء الله، و بقول لكم تاني معلش ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان ينتشر. اشوفكم في فيديو تاني وفي منطقه تانيه ان شاء الله. مع السلامه.